رائع وجميل دون انتظار، يسجل الهدف الأول ويعدل النتيجة عن طريق رقم 20 دواجي. دواجي هو اللي سجل الهدف. إذن رائع رائع اللاعب دواجي، رائع اللاعب دواجي، لأنه كان في منطقة، شوف كيف، شوف يعني دار مباشرة وسجل يعني بطريقة جد جيدة، يعني فنية. عرف فنية كبيرة، عرف كيفاش يراقب الكرة بالصدر ثم يدور بدون ما ينظر للمرمى، يعني قذف سدد وكانت يعني في المستوى. شوف حقيقة اش نلعب بالدقيقة الخامسة فقط، يعدل فريق شبيبة بجاية وبالطريقة الجميلة جدا يعدل النتيجة وتصبح هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف بين نادي بارادو وشبيبة بجاية. قلنا أن رد الفعل سيكون سريع، سيكون سريع من جانب شبيبة بجاية، خاصة في الشوط الثاني هذا بعد ما سجل فريق نادي بارادو عن طريق زرقان عادل في الدقيقة 36. ثم انطلاقة من زرقان ناحية محاولة للنعيجي، ثم ترجع الكرة هذه على الجهة اليمنى في محاولة، لكن التدخل من الدفاع يصبح فريق شبيبة بجاية أكثر إرادة طبعا بعد تسجيل هذا الهدف ومحاولة الدخول والتوغل، وخطأ خطأ يعلن عليه الحكم السيد نادر. حكام هذا اللقاء هم السيد نادر الحكم الرئيسي بمساعدة عياد وحلام، بينما تيزازوا هو الحكم الرابع، ومحافظي اللقاء اليوم المحافظ زرهوني جمال رئيس رابطة سيدي بالعباس لكرة القدم، إلى جانب الهاشمي محمد رئيس رابطة ولاية عين تيموشنت. إذن الكرة لصالح فريق نادي بارادو، نادي بارادو في هذه الركنية عن طريق حمودي طيب. من سينفذ هذه الركنية بالكرة الثابتة؟ حمودي، ومحاولة قوية كانت قوية من رقم 49 اللي هو اللاعب بوعلي حمزة، كان بوعلي حمزة لكن بعيدة على مرمى، كان حاب يضغط الحارس يعني القائم الأول ولكن كانت عالية نوعا ما. نعم الحارس علوي نافع، ست امتار، ست امتار للحارس علوي نافع اللي ربما كان اصطدم بالعارضه. نظن ان شاء الله تكون سلامات على الحارس ومواصله اللعب. اخذ نفس لرفاق زناسني وكذلك علالي، علالي اللي ادي في مباراه جيده جدا، علالي يعني كمدافع محوري وإلى جانب خلاف سليمان وعلاقي، بل خلاف نبيل وعلاقي رقم 13، معمر يوسف، زناسني رقم 8، بعيطش اللي يعمل عمل كبير في وسط الميدان، وبالمسعود كذلك رقم 4 وقائد الفريق، دواجي مسجل هدف، نياتي بالقاسم، زعموم وليد اللي خرج وترك مكانه للاعب غنم فؤاد رقم 10، وكذلك سيح، سيح رقم 11، سريع جدا هذا اللاعب اللي يؤدي في مباراة كذلك ممتازة خاصة على الجهة اليسرى، والسرعة نتاعه وخفة الخفة الرشاقة نتاعه، الرشاقة فعلا. حتى اللاعب غانم اللي يدخل، لاعبين يلعبوا على الرواق، لاعبين يلعبوا في الهجوم، في كل مرة تكون عندهم الكرة يدخلوا لوسط الميدان، وهذه صبحت يعني كل تقريبا كل اللاعبين اللي يلعبوا في الهجوم ويلعبوا يغير الرجل نتاعه، هو كان يميني يلعب على الجهة اليسرى ولا كان يساري يلعب على الجهة اليمنى باش تسهل له المهمة لما يدخل يعني في وسط الميدان أو في عمق الميدان. فعلا محمد، إذن الكرة راح تكون للحارس نافع، نافع علوي طويلة وترجع لفريق نادي بارادو، نادي بارادو يبحث عن يعني عن بناء اللعب.
حتى يعني المنصة الشرفية يعني نقول أن المفروض أنه تكون الأمور جيدة، ولا هذه ما هي إلا مباراة كرة قدم فقط وربع نهائي من كأس الجمهورية. كأس الجمهورية نعرف أنه عرس الكرة الجزائرية يعني حتى تكون الفرحة دائما في هذه المنافسة اللي عندها طعم نوعا ما طعم خاص خاصة يعني كأس الجمهورية، لأن يعني ما هيش الفرق فقط الكبيرة التي تصل إلى النهائي، بل الفرق الصغيرة توصل إلى النهائي يعني، وهذا هو الشارم كما يقول، هذا هو الحاجة المليحة في كأس الجمهورية. يمكن أن يعني نعطي مثال، يعني وصل فريق بنيتور إلى النهائي، وصل فريق بناء قسنطينة إلى النهائي، وصل فريق المشرية إلى النهائي، يعني هذه الفرق اللي ربما تلعب في الأقسام الدنيا، ولكن يعني الحرارة والإرادة تاع اللاعبين خلتهم يوصلوا إلى الأدوار المتقدمة وحتى النهائي، وهذا يخلينا نقول كرة القدم على مستوى كل القطر الجزائري فعلا. ولكن لو نشوفوا اليوم اللقاء، نشوفوا شبيبة بجاية يعني ماهوش فرق كبير بين القسم الأول والقسم الثاني. لا ما فيش حتى يعني شبيبة بجاية فريق اللي نشط عدة سنوات في القسم الأول. نعم. ولكن حتى اليوم لو نشوفوا الأداء نقول يعني متقارب جدا. نعم تقارب، نذكر أنه فريق شبيبة بجاية حتى المرتبة التاسعة في الرابطة المحترفة الثانية، وفريق نادي بارادو يحتل المرتبة الثالثة يعني بعد كل من فريق اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، يعني 39 نقطة، يعني فريق اللي يحسب له ألف حساب في البطولة الوطنية. زرقان ترجع كرة لوسط الميدان على لبوداوي، لما تكون كرة عند بوداوي يكون خطير بوداوي. شوف هذا هو الشيء اللي كنت تكلمت لك عليه، يعني اللاعب بوداوي واللاعب زرقان والنعيجي واللاعب المدافع الايمن لوصيف، هادو اللي كانوا في المنتخبات الوطنيه الريتم تاعهم ما راهوش يعني كما ينبغي. نعم طبعا يكون نوعا ما الاداء نتاعهم ماهوش اداء يعني في المستوى، لانه التعب والعياء كذلك يعني اثر على اللاعبين ولاعبين اساسيين كذلك، لاعبين اللي عندهم وزن كبير في الفريق. نتكلم على العيجي ولا بوداوي ولا زرقان. ثم ترجع لفريق فريق نادي بارادو عن طريق بوداوي زرقان يبدل تماما على الجهه اليسرى في محاوله من عياد، وتدخل الدفاع مباشره الى التماس لصالح فريق نادي بارادو. شوف فيه محاوله لكن تسديده بقوه، ولكن نظن بوعلي حمزه مباشره ناحيه الحارس علوي. صعب حتى النتيجه، يعني احنا ماناش باش نتكهنوا بالنتيجه، لان اللعب والاداء نتاع اللاعبين فوق ارضيه الميدان هو اللي رايح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ترجع كرة لفريق نادي بارادو عن طريق لوسيف وزرقان في عمل محاولة العمل واحد اثنين داخل منطقة العمليات طويلة، والدفاع يخرج دفاع شبيب في بجاية دون عناء يخرج هذه الكرة ترجع لبوشينا. أبو عبطة، أبو عبطة قائد الدفاع حقيقة خلاش الأمور تسير كما ينبغي، وشريطية شريطية لكن التدخل من الدفاع وترجع مرة أخرى لصالح نادي بارادو اللي يحاول أنه يلعب بطريقة ويضغط شريطية شريطية، والحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ على سيح رضا، بن سيح رضا يخطئ، وكرة ثابتة خطيرة، كرة ثابتة محمد في مكان صعب جدا. كل كرة اللي تكون هكذا على خارج على الاخر تكون صعيبه، لما تكون داخليه لما يعني يضربها بالرجل اليسرى تكون صعيبه داخل الحارس والمدافعين خاصه المدافعين. كل لاعبي شبيبة بجاية يعني كلهم 11 لاعب ما فيهم الحارس طبعا، كلهم في منطقتهم، كلهم في المنطقه منطقه شبيبة بجاية، يعني لتفادي الاخطاء خاصه الضربات الراسيه بعد صعود كل من المدافعين. محاولة شريطية مباشرة بين أحضان الحارس، حارس شبيبة بجاية حارس علوي نافع. شريطية هنا ضربها برجل اليسرى، ولكن لو ضربها ساقطة تكون ساقطة في الأرض اللي تكون صعيبة كثير، ماهيش عالية يعني نصف عالية. نعم، مشات مباشرة للحارس وضيع الكرة هذه من شبيبة بجاية ترجع لبودوي. بوداوي الخطأ يرتكب طبعا في بعض الأحيان لما يكون فيه هناك التعب والعياء تصبح الأخطاء يعني كثيرة، سواء من جانب نادي البارادو أو فريق شبيبة بجاية. طويلة والحارس كانت ناحية بن عياد أو بن عياد اللي ضربها بالرأس فعلا. الكرة للحارس
إعادة للميدان طويلة، راح تكون طويلة ناحية المهاجمين، لكن بوشينا يرجع كرة براسية لمساوي. حتى الشوط الثاني يعني يبدا بنوع من الفتور، يعني ماهيش كما بدا يعني في بدايه اللقاء. يعني نقول ان اللاعبين لاعبي شباب الجايه نوعا ما يعني نقدر نقول ان الحراره دي امتصها فريق نادي بارادو. نعم، نقول نادي بارادو تقريبا يلعب بنفس الريتم اللي كان يلعب به في الشوط الاول، ولكن شباب بجايه عاد في بدايه اللقاء في الشوط الثاني سجل الهدف، ولكن عاود تراجع نوعا ما الى الدفاع، منطقه الدفاع. انا اشوف هو يدافع تقريبا كله في المنطقه تاعو ب 10 لاعبين زايد واللعب مازال متواصل، يعني اللعب مازال طويل كثير، يعني الدقيقة 65 من عمر المقابلة، يعني مازال البحث عن يعني عن الكرات او عن الوقت الإضافي، وكذلك ضربات الترجيح، لأن كل فريق يحاول بالمنصور ليها من بالمنصور، لكن تقص من بوشينا وترجع لنعيجي. عايجي في محاولة لبوداوي، بوداوي راح من دون شك راح يسدد بقوة، وللحارس باينه واضحة الأمور، يعني أنه بوداوي راح يسدد لأنه كان ما كانش فيه تغطية جيدة أمامه، يعني ما كانش مدافعين أمامه، كان خلوا له يعني المساعدة، يعني الفيزيون كانت باينة باش يسدد، ولكن التسديدة كانت ما كانتش يعني في المستوى، ما كانتش قوي، الحارس كان ينتظر فيها. بن منصور ثم انطلاقة لفريق شبيب بجاية في محاولة مليحة لصالح الشبيبة، توزيعة كاد يكون الخطر، شوف اللاعب زناسلي ما عرفش كيف يسدد برأسية، يعني رغم طول قامته والكرة اللي جاته يعني جيدة، ممكن انه ممكن اللاعب شوف لا ضرب الكره لكن ما ضربهاش يعني بالقوه اللازمه، كان الى كما نقولوا بلاصه الكره تاعو، يعني حط الكره خطا الانذار، اول بطاقه صفراء، اول بطاقه صفراء في هذه المباراه لمن للاعب رقم 8 من جانب شبيبة بجاية. زنسني زنسلي حقيقة نقول أن مستوى اللعب يعني في حد ذاته انخفض، يعني انخفض كثير. قلنا يعني نادي بارادو من بداية اللقاء هو يلعب بنفس الريتم، ما كانش عنده ريتم اللي عودنا عليه هذا. وشبيبة بجاية الكثير، أعطات في الشوط الأول الكثير، وعادوا في بداية اللقاء تاع الشوط الثاني وسجل الهدف، ولكن عاود تراجع وطمن نظن التساوي يعني في النتيجة. الكرة ثابتة راح تنفذ من طرف واحد من اللاعبين اللي يسدد بقوه، ممكن انه خزري، عفوا ممكن يكون شريطي صبري او بودوي، المنفذه مباشره او يعني راح تكون يعني داخل منطقه العمليه. لا حسب التموقع تاع شريطيه ماشي هو اللي ينفذ، لان راهو بودوي غير ولا ضرب بقوه، غير ولا سدد يعني بقوه. ما الامور لم بوداوي وشريطيه كادت الكره تخادع الحارس، الكره الثابته ممكن جدا انها تخادع الحارس يعني بسهوله، يعني لو يعني على طبعا في القانون الجديد يعني تاع كأس الجمهورية، في هذه الحالة
يعني فريق شبيبة وجاه هو المتأهل، لأنه سجل هدف خارج الديار، يعني هدف مقابل هدف، تسجيل هدف خارج الديار تحسب هدف، والمقابلة يعني الأولى كانت صفر مقابل صفر. إذن فريق شبيبة وجاه يلعب على الـ على الـ على الـ هذا الهدف اللي سجلوه في المباراة، ولذلك ففريق نادي بارادو راح يعمل كل ما في وسعه باش يضيف الهدف الثاني، او سيكون من الخاسرين في هذه المباراة. محاولة قوية والحارس قوية من قوية جدا من نعيجي، كانت بقوة مسددة كما ينبغي، ولكن الحارس مشى مع شوف كانت في نقول يعني في الأرضية مسددة كما ينبغي، والحارس كان تفطن لهذه الكرة، الحارس علوي نافع. الكرة لفريق نادي بارادو، طهري وكرة إلى ستة أمبار يعلن عليها الحكم السيد نادر. ومن منصور اللي دخل المباراة في شوطها الثاني، يعني فريق الشبيبة بجاية يبحث حاليا عن تسجيل هدف الإصابة الثانية، لو يسجل الإصابة الثانية يعني راح يصعب من المهمة أكثر من يجيب المهمة بجاية. حتى ولو نادي بارادو يسجل يعني تعادل يعني وتسجيل هدف خارج خارج ديار يعني خارج الملعب يعني في ملعب الفريق المنافس، لا لو يسجل بارادو الهدف الثاني راح يفوز باللقاء طبعا. اذا كان بقات هدف مقابل هدف يتأهل الفريق، هو يتحسب هدف، يتحسب هدفين في حالة التعادل. نعم، محاولة لفريق نادي بارادو بن عياد داخل منطقة العملية، يطلع أكثر من المراوغة ويتحصل على الركنية. لحد الآن شبيبة بجاية متأهل للدور النهائي لأنه سجل هدف خارج القواعد والنتيجة متعادلة. نعم. والأمور تصعب المهمة على نادي بارادو طويلة، ثم تدخل الدفاع. حاليا نقول ان فريق الشبيبه يلعب بالعدد يعني بعدد كبير في الـ في الـ عدد كبير في الـ في, الـ في الدفاع فعلا باش يحافظ على النتيجه تاعو. بوداوي قويه لكن فوق العريضه، هو يدري جيدا لان نادي بارادو ما تساعدوش لما يكون عنده دفاع مقابل دفاع بهذه الطريقه، يعني الكتله الدفاعيه تكون لهذا راح تصعب له المهمه، وربما شبيبة بجاية استغل فرصه تاع هجمه معاكسه وربما يسجل. نعم. هدف ثاني، يعني الامور صعبه حاليا على فريق نادي بارادو، والريتم اللي راه يلعب به نادي بارادو ماهوش الريتم اللي يبحث يعني على يعني الريتم يعني العادي يعني اللي طويله لفريق شبيبة بجاية. طويله حاليا يلعبوا على الكرات الطويلة، ونادي بارادو يرجع مع أبو عبطة. تصعب المهمة، ثم فريق شبيبة بجاية راح يبقى محافظ على دفاعه منسجم، والكرة لفريق شبيبة بجاية تبقى لصالح الشبيبة. ثم بوداوي تحصل على الكرة هذه والتمس لفريق، والخطأ لنادي بارادو، حتى المهاجم نياتي يرجع يعني يدافع مع المجموعة، كل اللاعبين يرجعوا لمنطقتهم يعني لما يكون فريق نادي بارادو يستغل الفرص، ربما الفرص تاع يعني عدم تواجد الدفاع يعني بكثافة يستغل الفرص، ولكن لحد الآن نقول أن شبيبة بجاية راح يلعب على حالة الدفاع،
يحافظ على الـ الـ طبعا على الهدف المسجل. وزرقان عادل مليحة على الجهة اليسرى تبقى داخل منطقة العمليات، محاولة لكن لم تبقى قوية والدفاع شوف قوة إرادة كبيرة لدى شبيبة بجاية، ثم محاولة لصالح الشبيبة لا يخطئ المدافع بل اللاعب لاعب شبيبة بجاية بالمسعود قائد الفريق، ثم في محاولة بن عياد لا لو يبقى هكذا الريتم يعني تاع المباراة بالنسبة لفريق نادي بارادو راح يعني صعب أو تصعب له المهمة طويلة لناحية بن منصور على الجهة اليمنى. في محاولة لشبيبة بجاية حاولة المراوغة ثم يخلي اللاعب متواصل في خطأ ولكن الحكم ما أعلنش عن الخطأ ونعيجي وطويلة وبعيدة. شوف نعيجي شاف الحارس خارج كان ممكن يباغته كان خارج يعني لو جات في يعني في الإطار كانت تكون خطيرة. الحارس كان خارج اللاعب لاعب شبيبة بجاية وقع على أرضية الميدان كان نظن فيها خطأ نظن ارتكب الخطأ بيده يعني. شوف الحل الوحيد اللي يقدر نادي بارادو هو لعب ماهوش يلعب كثير على الأجنحة ماهوش يستعمل خاصة يعني اللاعب الوصيف اللي نعرفوه يمشي مدافع أيمن هو لاعب يلعب رانا نشوفه تعبان حتى شوف الآن راه وقعت في على الأرض منه نعم شوف مقارنة مع أصحاب يعني زملائه راهم يمشوا هو راه وقعت في على الأرض يعني بحاجة لتغيير نظن شوف لاعب الوصيف راح يكون تغيير بدون شك يكون تغيير لأن اللاعبين تعبوا كثير في هذه المباراة وإلى جانب كما قال محمد يعني التحاقهم بالمنتخب الوطني الأول والأولمبي يعني خاصة الفريق الأولمبي راح مشى للغينيا الاستوائية وعاود رجع لعب مقابلة يوم ثلاثاء اللاعبين ما تنتظرش منهم يعني يكونوا في اللياقة الفورمة اللازمة صحيح. وخاصة يعني اللاعبين شبان مثل بداوي ولا نعيجي اللي لأول مرة في المنتخب الوطني هذا كذلك يعني يلعب دور الناحية النفسية نعم. الكرة لصالح شبيبة بجاية لكن تقص وترجع وشبيبة بجاية تدافع بعدد كبير ثم ترجع لزرقان عدل يوزع كرة في لنعيجي ويطلبها نعيجي داخل منطقة العمليات يحاول نعيجي لكن أكثر من مراوغات ومحاولة لكن بعيدة من بوداوي بعيدة وحقيقة حتى التسديدة تاعو واضح باللي راه تعبان التعب يعني ما ضربهاش داخل الرجل شوف يعني تقريبا شوف خارج الرجل شوف مشات ليفت يعني ما ليكستيريور دي بي يعني كان ممكن كان يدخل بالداخل كان تكون احسن ويضربها في القائم الثاني سي بال كروازي. اذا الحارس علوي نفع وفيها فيه التغيير بالنسبه لشبيبه بجايه الشبيبه يخرج خلاف اسامه بل يدخل خلاف اسامه نعم خلاف أسامة ويخرج هو خلاف أسامة لأنه فيه هناك خلاف نبيل وخلاف أسامة رقم 27 لتدعيم خط الدفاع. لا خلاف هو مدافع أيسر مشى للجهة اليسرى وزناسني يدخل في وسط الميدان نعم لتدعيم وسط أو لخط لأنا باش ما خاصة منين يعاني يعني منين يعاني الفريق شبيبة بجاية خاصة على الجهة اليسرى في الدفاع يعني على الجهة اليسرى ثم الكرة لخطأ ولصالح شبيبة بجاية وتأثر نوعا ما اللاعب يعني لأنه كان فيه هناك اصطدام شوف اصطدام نعم فعلا اصطدام مع لاعب نادي بارادو وإن شاء الله تكون سلامات فقط على اللاعب. لا في كرة القدم معروف اللاعب الفريق اللي يكون فايز
في كل مره لازم يسقط الحارس يسقط اللاعبين يضيب تضيع الوقت وهذا هي كره القدم حتى والاصابه ماهيش قويه ولكن خطيره ولكن اللاعب يربح بعض الدقائق يربح راحه اللاعبين ويربح راحته ويربح بعض الوقت يعني. هاو عطى له البطاقه الصفراء لان ما كانتش هو ما كانش مصاب هو كان يحوس على تضييع الوقت هو فقط هذا هو يعني الـ طبعا هذه كره القدم فيها الحيله وفيها حتى التغيير في بعض الاحيان الثواني الاخيره تغيير تكتيكي فتغيير تربح بعض التكتيكي يعني. باش تربح بعض الاوقات بعض الوقت وتنقص يعني من حراره الفريق المنافس اللي يكون هو يبحث عن النتيجه إذن الكرة مخالفة لفريق شبيبة بجاية وفي التنفيذ راح يكون الحارس يعني آخر مدافع وآخر لاعب يعني راح يكون تنفيذ من الحارس لأنه راح يرمي هذه الكرة إلى الأمام ويشوف اللاعبين اللي متحرين لا نعم يمد كرة على الجهة اليسرى وهي طبعا يخليها تخرج اللاعب بوشينا اللي تخرج الى التماس او الست امتار والحارس مساوي ثم انطلاقه من بو عبطه بن عياد في محاوله لكن كل المحاولات بالزرقان ترجع الكره لفريق نادي بارادو ويخرجها دفاع شبيبة بجاية يعني شبيبة بجاية حاليا يستعمل اي يعني اي وسيله كل اي وسيله يعني كل وسيله يعني مسموحه له يعني حمايه الشباك تاعو فعلا نعم فقط ما يوصلوش للمنطقه الخطيره تاع الهدف الثاني لا كان فيه وضعيه تسلل مساعد الحكم رفع الرايه نتاعو الا كانت يعني التوزيع من زرقان جميله جدا يعني فعلا واضحه بالعياد كان واضحه يعني كان في وضعيه تسلل كان وضعيه تسلل واضحه و 82 دقيقه 82 دقيقه بقت 8 دقائق فقط على نهايه المباراه يعني دون احتساب الوقت البدل الضائع وفريق شبيبة بجاية متعادل بهدف مقابل هدف الهدف نذكر أنه الهدف الأول سجل في الشوط الأول عن طريق زرقان في الدقيقة 36 وعدل النتيجة فريق شبيبة بجاية مع طبعا مع اللاعب اللي سجل هدف رائع لاعب دواجي دواجي نعم رقم 20 تنطلق او الفريق نادي بارادو على الجهه اليسرى في عمل 1-2 بين اللاعبين بو عبطه يمد كره على الجهه اليمنى لكن صعبه هذه الكره امام مجموعه من اللاعبين وتضيع شوف ضاعت الكره هذه وانطلاقه لفريق شبيبة بجاية يلتحق بو عبطه بوعبطة لولا بوعبطة لكانت يعني الأمور تتغير نوعا ما لأن بوعبطة يغطي منطقته كما ينبغي يعني يبقى وحده مع الحارس لو النياطي رمى الكرة أسرع أكثر من هذا كان يكون يعني أخطر طويلة كرة لفريق لكن شوف تسديدة على شكل يعني ضربة مقصية دائرية ولكن دون نتيجة يعني ما كانت بعيدة كثير كانت بعيدة كثير وحاليا طبعا راح نحضر للاعبين اللي واقعين على أرضية الميدان يعني هو لاعب فريق شبيبة بجاية واحد منهم واقع على أرضية الميدان ولكن بنسيح رضا ولكن يعود ويرجع لأن الشبيبة راهي متفوقة وراهي متأهلة لحد الآن راهي متأهلة إلى الدور النصف النهائي الأمور يعني أصبحت صعبة بالنسبة لنادي بارادو
والكرة في لصالح شبيبة. صالح شبيبة بجاية سيعمله ثم بوداوي. بوداوي انطلاقة سريعة سريعة جدا لبوداوي داخل منطقة العمليات، والحكم لمس هذه الكرة. ثم ترجع الكرة لزرقان بوعبطة. بوعبطة زرقان عادل. عادل زرقان على الجهة اليمنى. بوشينا. بوشينا نعم في محاولة. بوداوي. بوداوي ثم محاولة للتسديد. لا من لا ترجع تبقى الكرة لصالح نادي بارادو. فتحة الأمام واللعب بن سيح يخرج هذه الكرة صعبة ولكن خرجها. وبوشينا لا في هذه المحاولة صعبة ولكن الجميع يعني الجميع في منطقته، الجميع من جانب شبيبة بجاية في منطقة، الجميع جميع اللاعبين في منطقتهم. وهذا أصبحنا نشوف فريق يدافع وفريق يهاجم. فريق يدافع وفريق يهاجم، وممكن أنها تكون يعني لصالح المهاجمين، ممكن أنها تكون لصالح المدافعين، وترجع كرة لصالح نادي بارادو. هذه عن طريق من داخل بوداوي. بوداوي ثم فيه محاولة من فريق نادي بارادو. شوف حتى التسديدة ثلاث لاعبين أمامه، ثلاث لاعبين أمامه، وانطلاقة لفريق شبيبة بجاية. محاولة خطأ وإنذار، خطأ وإنذار لبعبطة. نعم لأنه كان يعني قول التدخل تاعه بعنف، الحق متأخر المدافع لهذا اللي ارتكب الخطأ. نعم بقوة يعني بقوة. وما ننساش أن بعبطة يعني نقدر نقول لعب دور كبير في ويلعب دائما الأدوار الأساسية يعني تاع الدفاع. لا بعبطة في بداية 10 دقائق الأولى دخل بصعوبة، كان ارتكب خطأ ربما خاصة يعني خطأ فادح اللي كاد يسبب له هدف، ولكن بعد عاود رجع في المقابلة وصبح يرجع يلعب بطريقة جيدة. إذن حاليا فريق يعني محمد فريق شبيبة بجاية يعني متأهل في النتيجة يعني لحد الآن نقول هذا بتحفظ. وفريق نادي بارادو تهر عليه التعب، تهر عليه العياء، وحتى نفسيا يعني الهدف أثر عليه كثير فعلا. لو حتى باش نكونوا منصفين عبد الحفيظ، لو نتكلموا عن المقابلة بصفة عامة نشوفوا يعني الأداء تاع شبيبة بجاية كان جيد، خاصة في 45 الأولى، ونزيدوا لها نضيفوا لها يعني 10 دقائق في الشوط الثاني وين سجل فيها الهدف، والبقية يعني عرف كيفاش يحافظ على النتيجة ويدافع. لهذا نقدر نقول الآن النتيجة يعني منطقية يعني الفوز لحد الآن، حتى نكون يعني ننتظروا نهاية اللقاء. كنا رياضيين فقط هذا ما كان. والمحاولة لفريق شبيبة بجاية